ينضم إلينا من اسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. علام، دعنا في تفاصيل هذه الزيارة وما بحثه الوفد الاقتصادي المصري من قضايا ومسائل تجارية مع المسؤولين الأتراك. نعم محمود، مجرد عقد مثل هذه اللقاءات بين الجانبين التركي والمصري تحمل أهمية ورمزية خاصة، أخذا بالاعتبار العلاقات بين الجانبين في الملف الاقتصادي والتجاري تحديدا. هناك يبدو واضحا أن هناك رغبة تركية على الأقل بتعزيز التقارب التجاري والاقتصادي وتعزيز التعاون في هذا المجال مع الجانب المصري، ومن هنا يأتي الإعلان من قبل اتحاد الغرف التجارية والبورصات في تركيا عن هذا الوفد المصري الذي وصل اليوم، ولكن ستكون الاجتماعات الرئيسية لهذه الوفود الوفدين التركي والمصري ستكون يوم غد، ستبحث كل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. وبحسب رئيس اتحاد الغرف التجارية التركي، هو قال إن حجم التجارة يعني التبادل التجاري أو حجم التجارة بين البلدين وصل في 11 شهرا في العام 2021 الماضي إلى 5.8 مليارات دولار، أي تقريبا 6 مليارات دولار، وهو أكثر بأكثر من 35% عن العام الذي سبقه. وهناك رغبة في العام الذي سبقه في العام 2020 كان حجم التبادل التجاري 3.8 بين البلدين. بحسب رئيس اتحاد الغرف التجارية التركي أيضا، هناك رغبة تركية واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب المصري سواء في الاستيراد أو التصدير. وبحسب ما قال أيضا، هناك تقريبا ما قيمته 2 ملياري دولار من الاستثمارات التركية في مصر، تقريبا نتحدث عن 200 شركة تركية تشغل، بحسب ما قال طبعا بحسب المعلومات الرسمية التركية، تشغل ما يقرب من 68 ألف عامل أو موظف في مصر. هناك رغبة تركية واضحة في هذا الإطار، وهذا يأتي يعني بمسار اقتصادي وتجاري موازي للمسار السياسي في التقارب بين أنقرة والقاهرة. وهذه الزيارة التي تأتي اليوم يرأس الوفد المصري فيها رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري إبراهيم العربي بحسب ما أعلن الجانب الرسمي التركي، ويرافقه فيها رجال أعمال ومستثمرون مصريون، وستناقش كل العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاقيات في مجالات مختلفة في هذا الإطار. نعم محمود، شكرك جزيلا علام صبيحات مراسل الغد من اسطنبول، شكرا لك.